الكبير جو النسر بلدنا حمية ومطايرة من المخدرات والجريمة والضعارة. يعني مسيوني باشا، يعني الأمن والأمان، يعني الشرطة بخدمة الشعب، والشعب يجمع عينه عشان الشرطة. واسمع سلام رغبة الأجيال لما محمود عبد العزيز فتح الراديو لقى مصر غالبة تنزل. كله تمام يا باشا، الحمد لله. الأمن مش مستتب والنفوس مش صافية، وشكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة من 30 محضر. يا عم اختفى أنت بقوا 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. طب من فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده، أوعى. أهلا يا باشا، اتفضل يا باشا. اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا، اتفضل عند أهل العروس. عند أهل العريس ولا أهل العريس ولا أهل العروس؟ أنا هقعد في أرض محايد. ومال أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه يا إخوانا، دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب، ومهما كان دليلته العمر. ها؟ روقوا. لا مؤاخذة سعادة الباشا، الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه على ناحية الكلام المسخ اللي بتقوله دي؟ ايوه ده سؤال مهم، تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص وواطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله أكبر، سعادة الباشا قال الحقيقة. يا راجل يا معفن، كلم الحاج. يا نيتن، كلم الحاج. يا تحفة، ما هي كلم الحاج هي تقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضنا. ايوه قول له يا باشا، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليق ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. أيوة لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه. صراحة يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه هي حصاله اعراض؟ ايه اللي احنا فيه ده اعراض؟ طب وعالي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض. الله 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 الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 واحدة يا اخوانا، مش كده ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدين. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا فضل خيرك، اللواء نجدت يا حيوان. يا ناريس انت واخده يا باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش ده اخي. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض، ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر. يعني الشتيمه ما تنزلش. مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ يا ابن الباشا تمام يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتموت بعض، وانت واقف تتفرج على الضابط. انت يا ريت انك بتضرب بكرسي على عرفك وعبيتك في الحجز. يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ يا ابن الباشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه.
قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ هعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكيت ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك الأول على دفعتك 4 سنين. ما هي دي المصيبة دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك. أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ رد عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقل عندك المكافحه وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه وانا ما في صحه ان افخش كلارينيت. ما تقلقش يا ابي ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم تعال تعال هفهمك بالعقل كده. يا بيه كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي. يعني اديني فرصه تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه بتورطت فيك. اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي. انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا عامل ايه متورط فيك. الجامعه دي اسمها جامعه الصفا الدوليه. في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق كرمي الشهير بفرق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله. وبايز ابو امه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة. حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم. والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئ. يا ريت تفاجئني يا بسوني. أنت خدت كل المعلومات. وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي.